بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الاكارم تقبل الله اعمالكم في هذا الشهر الفضيل شهر الاغتنام من فيوضات الرحمن ورجاء الفوز بالجنان ورضوان من الله اكبر على مائده القران نجتمع ومن معينه نغترف فاهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة مع برنامجكم اليومي المباشر عبر قناة أصيل الفضائية شاهد وشارك. يشاركنا في كل حلقة ضيوف متميزون من مختلف الدول الإسلامية والغربية. نتعرف معهم على عادات بلدانهم وتقاليدهم في الشهر الفضيل. كما نستقبل قراء القران المتالقين في عالم الحفظ والتلاوه ونطرح عليكم في كل امسيه مشاهدين الاكارم سؤالا قرانيا ونتلقى منكم الاجابات ونختار بالقرعه الرابحه ونعدكم بجوائز نقديه قيمه باذن الله كما نبين في الفقره التربويه لهذه الامسيه كيف نحقق الخشوع في الصلاه اعزائنا هذا فاصل ونواصل فابقوا معنا تقبل الله اعمالكم مشاهدي برنامج شاهد وشارك وعظم الله اجوركم بمناسبه ذكرى وفاه مولاتنا ام المؤمنين السيده خديجه الكبرى سلام الله عليها واما سؤال المسابقه الآية التي تشير إلى أهم أسباب اجتماع الناس والتفافهم حول النبي صلى الله عليه وآله هي ألف سورة سبأ الآية سبعة وثلاثون باء سورة المجادلة الآية خمسة جيم سورة آل عمران الآية مئة وتسعة وخمسون مشاهدين الأعزاء يمكنكم إرسال جواب المسابقة عبر الواتساب للرقم المكتوب اسفل الشاشه وطبعا في ختام البرنامج نختار الفائز بالقرعه ونقدم له الجائزه. نامل ان تكون انت الفائز. اهلا بكم مشاهدينا الاكارم من جديد وعلى بركه الله نبدا. اسمحوا لي ان استقبل ضيف الحلقة المتميز لهذه الليلة من دولة الكاميرون الشيخ يونس عثمان مع عائلته الكريمة سمحت شيخ يونس السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله أعمالكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومكفرته حياكم الله وبياكم إن شاء الله اهلا ومرحبا بكم شيخنا الجليل مم. دائما شهر رمضان له خصوصيه نعم. خصوصيه عائليه خصوصيه دينيه خصوصيه تبليغية نعم. ماذا يعني شهر رمضان بالنسبه للشيخ يونس تفضل اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم وبيه انه خير ناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل على هذا السؤال اولا <applause> نشكركم على هذه البرنامج القيمة حيث اننا ايضا تشرفنا في ضيافتكم ان شاء الله ضيفا عزيزة على البرنامج دائما شيخ تفضل اسال الله لكم التوفيق والسداد ان شاء الله، آه الرمضان بالنسبة الي يعني رمضان شهر مميز نعم شهر يعني ذو مكانة عند جميع المسلمين وبخصوص كما انا ارى شهر يعني كما ذكر في خطبه النبي المعروف المعروفة انه شهر افضل عند الله اشهر افضل, يعني أفضل الشهور عند الشهور الله نعم ف كل شهر له يعني فضل والاحترام عندنا خصوصا نحن المسلمون نعم نرى كانه فضل كل المسلمون، كل يعني يتقرب يعظمون هذا الشهر يتقرب الى الله باعمال في هذا الشهر وهذه الاعمال خصوصا فقط هذه 29 يوما او 30 لا. يوما يعني اليوم الشيخ يونس كيف لا. يتهيا لاستقبال شهر رمضان؟ وما هي الانشطه التي يقوم بها في شهر رمضان؟ سواء على صعيد الاسره او على صعيد التدريس والدرس؟ يعني في بلدنا او في انت انت كيف يعني كيف تهيئ نفسك بشكل عام؟ ايه عجيب جدا عندما شهر رمضان يعني قبل وصول شهر رمضان مم. فيه نوع من التجهيز مم. والاستقبال خصوصا عندنا نحن الافارقه نعم بحيث عندما يبقى مثلا اسبوع قبل ان يبدا رمضان فانت بنفسك عندما إن انت في هذه البيئه تشعر كانك يعني كل بيئه تتغير وتتحول الى بيئه يعني حركات وتجهيز حتى في الشوارع والاسواق انت بنفسك تشعر ان هناك تغيرات حيث ترى منطقة مسلمون يحاول كل واحد يحاول حتى في الاسواق اشياء ما يبيؤون يتغير مثلا كان يبي تاجر كان يبي شيء ولكن قبل رمضان م. باسبوع يتغير الى اشياء اخرى يحتاجها الصائم ربما لم نعم. يكن اصلا موجود, موجود في السوق م. نعم م. من هناك انت تشعر انك الان يعني قريب من الرمضان جميل نعم هذا من ناحيه الأشواري والأسواق يعني من الناحيه الاجتماعيه تجد المجتمع كله يتهيا يتهيؤون وهكذا ايضا من ناحيه تجهيز المنازل والمساجد م. مساجد عندنا احيانا ما في فراش نعم فقد رملة نحن في نعم. شمال الكاميرون رمل يعني الاوضاع احيانا تكون نعم. صعبه نعم. كي يؤمن الانسان نعم ربما. فترى مسجد واسع يعني 200 متر مم. ولكن تجد ان الرمل يغيرون الرمل الموجود في المسجد المس آه. والذين عندهم يعني يتبرؤون بالفراش يشترون فراش جديد لينزم المسجد أو مساجد قبل دخول في شهر رمضان شيخ يونس. هذا من ناحية نعم. المساجد حك... هكذا أيضا من ناحية المنازل م. ترى أن ربة المنزل منزل. أو كذا يحاول يعني يجهز البيت م. من ناحية لوازم المطبخ الافطار وغيره من ناحيه الافطار يحاول حتى يجهز هذا قبل الدخول في شهر رمضان شيخ يونس بشكل م. عام م. الانسان عندما يفرح بشيء يتزين له م. هل يعني المؤمنون م. يضعون مثلا الزينه في الشارع يضعون مثلا سراجا مضيئا م. يضعون هلالا مضيئا يضعون م. الزينه كيف هذه النقطه ما يسمى بالفرحه م. بالفرحه بمجيء آه آه شهر الله تبارك مم. وتعالى، مم. هل هذا بشكل عام موجود؟ ايه نحن ايضا في بيئتنا موجود مم. بالنسبة إلى يعني مثلا رئيس القبيلة في المنطقة أمام بيته لابد بعد الزينة آه أمور حتى بعد يعني أناشيد لاستقبال شهر رمضان، فترى كل ليلة بعد بعد المغربين أمام بيته فيه يعني أناس جاؤوا من بعيد ويعني يقومون ببعض الاناشيد جميل مدح الرسول صلى الله عليه واله مم. فكل هذا لاستقبال شهر رمضان جميل نعم والتبل عندنا الذين يعني نعم. هذا عند السحور ياتي هذا مثلا يقول تسحر آه. هذا حتى مو. قبل قبل هذا ها. قبل هذا مم. قبل حتى ما يبقى بيوم يعني مثلا 29 يوما في شهر شعبان ممكن كل واحد يخرج وينتظر يرى هلال إيه شهر يرى شهر هلال شهر رمضان يرى هلال شهر رمضان فعندما يرون هو يكون فرحه فرحه كبيره دخل الشهر هناك بعد. انت بنفسك تفهم ان دخل رمضان دخل شهر رمضان يبدا الذين بت... يضربون التبل وهكذا أيضا عندنا شيء يفجر حتى المنطقه كلها يعرف ان يعني مم. راوا شهر ال... هلال الشهر آه يعني هذه الرموز من اجل نعم. تفهيم الناس نعم طيب عند الافطار يعني اشتهرت عاده مم. يعني في عده دول الان اصبحت يعني غير مم. موجوده وهو مم. اطلاق المدفع فهناك آه. شيء عند الافطار وعند الامساك هذا يعني كان موجودا هل هذا موجود في الكاميرون موجود موجود مم. حتى غير مسلم رئيس قبيله هو ليس مسلم نعم لكن اذا يريد يؤلن شيء مم. بهذا نؤلن ان هناك مم. يعني شيء جديد مم. يعني في المجتمع فلا بد ان تعلموا لان الرئيس الكبير لا بد يختار يعني خمسه او كم نفر م. ان يهتموا برؤيه الهلال فعندما يرون مباشره يؤلنون فهو يقول فهو يعني يوتي اذن م. حتى يضربون هذا المدفع فعندما يضربون هذا فالمنطق او رأي الهلال، ممكن أنا ما رأيت، لكن أفهم من هلال هذا أن الهلال من هذا قبل. العمل أن الهلال قد رؤية إيه نعم. فمن هناك يبدأ نشاطات ممكن هذه الليلة أكثر الناس لا ينامون أه لا ينامون شدة الفرح شدة الفرح إيه نعم. بقدوم الشهر الشريف وهكذا يضربون الطبل و, و... بمده الرسول وكذا كذا موجود عندنا جميل جدا في الشمال الكاميرون المزيد إن شاء الله من الأسئلة لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل أعزائنا فاصل ونواصل فابقوا معنا محمد رسول الله محمد <applause> الحاج قاسم مقدمي البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما من محافظة خوزستان ومن الأحياء الفقيرة في مدينة الأهواز إلا أنه غني في ذاته وفي عطائه ومن كثرة العطاء يحار القلم من أين يبدأ وكيف يختصر لكن بطاقته التعريفية إجمالاً هي كالتالي حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمه قراني حاز على المقام الاول في عده مسابقات وطنيه ودوليه، منها المسابقه التاسعه والعشرون الدوليه للقران الكريم في طهران ومسابقه الهند الدوليه في عام 2008، حاصل على اجازه التلاوه من اساتذه جمهوريه مصر العربيه حاصل على شهاده الماجستير في علوم القران والحديث مدير دار القران الكريم في مؤسسه التبليغ الاسلامي في محافظه خوزستان وقد تسلم هذا المنصب الهام وله من العمر سته وعشرون عاما قراني طهر ذاتي قراني عصمه امري صدحت حنجرته بتلاوه القران العظيم في بلدان عديده اوروبيه واسيويه وافريقيه ولديه نشاطات كثيره اخرى الا انه لا يسع المجال لذكرها أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد تعرفنا من خلال هذا الوثائق على هذه الشخصية المحببة في الجمهورية الإسلامية الأستاذ الحاج قاسم مقدمي وهو ضيف البرنامج اليوم أستاذ حاج قاسم السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله أعمالكم وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم سلامي وتحياتي لكل الأحباء المشاهدين الكرام و لك اهلا اهلا بكم استاذ حاج قاسم الضيف الكريم واتمنى ان الله سبحانه وتعالى يتقبل منا كل الاعمال والطاعات في هذا الشهر الفضيل و نتمنى انه لا ينسونا من هذا الدعاء ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل اهلا ومرحبا بكم استاذ حاج قاسم قصتك مع القران الكريم متى بدأت؟ طبعا من الطفوله يعني منذ الطفوله والحمد لله يعني ترعرعت وكبرت في عائله قرانيه وتحب القران وتحب العترة الطاهرة سلام الله عليهم ف يعني كنا نسمع في البيت صوت القرآن على طول والأخي اللي هو أكبر مني في السن طبعا هو كان من حفظة القرآن وكان من محب شو. القرآن الكريم فمن خلاله م. وتضحياته طبعا فهو قرر بأنه يعني يضحي بنفسه يعني هو عاف محفوظاته وعاف قراءته لأجل أنه أنا تفرغ لك آه تفرغ إلي لكي يعني كان يتصور بأنه أنا أستطيع أن أصبح قارئ موفق في هذا المجال وجزيل الشكر له من نعم. هذه الشاشه الله ان شاء الله ولكل اساتذتي طبعا نعم. ف في منطقه طبعا مثل ما تفضلوا منطقه جدا يعني تعبانه نعم. من لحظة يعني الامكانات متواضعه اي متواضعه نعم لكن بالتالي الحمد لله ارتبطنا مع يعني اساتذه في في العاصمه وكبار في مجال التلاوه والحمد لله نعم صار ما الحمد لله هذا توفيق مم. من الله تبارك وتعالى استاذ حاج قاسم يعني اثناء يعني مشاهدتنا للتقرير لاحظنا يعني هيك علامات الاعجاب مم. على وجه السيد القائد وانت تقرا القران مم. كم مره يعني حدث وقراتهم يعني في محضر السيد الخميني حفظه مم. الله طبعا كان من ضمن يعني الانجازات ومن ضمن المفاخر اللي نعتز بها على طول ونسولف بها على طول هي قضيه انه نتشرف عند السيد القائد ونلتقي معه ونقرا القران وهو يحب القراء كثيرا دائما وله علاقه خاصه مع اكيد القرآن اكيد بالضبط كما تفضلتم يعني سماحه السيد الحمد لله هو من مشجعي القراء ومشجعي القرآنيين في كل المجالات في مجال القراءة في مجال الحفظ في مجال الأناشيد أيضا الدينية أو الابتهالات فإلى جدا يعني تأثير كبير يعني أنه مع كل هذه الظروف وكل هذه المشاغل اللي هو يعني يحملها والمسؤوليات الموجودة مع ذلك يخلي وقت ويسمع التلاوات ويتفقد القراء يعني انتم تشوفون بدايات شهر رمضان مع هاي الازمه كورونا اللي اجتنا ما زال السيد يخلي وقت اربع ساعات زايد ناقص يسمع التلاوات ويتفقد القراء فصراحه ما له مثيل يعني هاي الحركه وهاي الخطه وهاي وهذا الاهتمام, وهذا الشديد. الاهتمام الشديد ما ما شفت مثيل انا في اي مكان انت يعني لك تصريح في ذلك انك ترى في السيد القائد حفظه الله انه هو انه اقوى من يشجع واكثر من يعني يعني يبحث فعلا أن النخب حتى تقود يعني هذه الرحله الرحله القرانيه من الجيل الجديد اليس كذلك الحمد لله الحمد لله يعني هي نحن عايشين في نظام اسلامي م. والمنشا والماخذ هو القران م. فصراحه اهتمام اللي نشوفه من قبل سماحه السيد ما نشوفه من, من بقيه المسؤولين م. يعني اهتمام جدا خاص وجدا يعني فريد من نوعه فهو يتفقد يعني حتى اخيرا هو يعني سمع تلاوه في اذاعه القران و هذه قصه سنقولها للسادة آه المشاهدين انه يعني ان السيد حفظه الله بالرغم من شغله يفتح الاذاعه ويسمع ويشاهد فسمع تلاوه فاعجب طبعا يمكنك يعني أن تكمل القصة. يعطيكم العافية أنا تقريبا ما يقارب أكثر من ست سبع مرات كان عندي توفيق إنه أتشرف عند السيد وأقرأ أمامه وعلى طول يتفقد يعني هو عنده ملاحظات قيمة بالنسبة لكل لكل من يقرأ يعني إيراني أو مصري أو غير فطبعا هاي تأتي من التخصص اللي يحملها سماحة السيد. نعم أول لقائي كان هو قال لي أنا صراحة يعني تفاعلت مع قراءتك. حدثك بالفارسية بالعربية هو يعني له أحيانا طريقة بالمخاطبة نعم. نعم هو يعني بداية قال صراحة أنا تفاعلت بقراءتك بس يعني تأسفت على موضوع واحد وأنه قلت له وهو قال هو ليش ما تقرأ من حفظ؟ ها اقرا يعني ليش ما تقرا القران ليش ما تقرا من الايات من حفظك من فهو صرح الدليل على انه اقرا من حفظ شنو قال الدليل انه انت اذا حفظت الايات راح تقلل من معاناه التلاوه اذا قللت من معاناه التلاوه فانت راح تضيف التلاوة إحساس أكثر، تضيف التلاوة جمالا أكثر يعني تتلو من محفوظات صدرك بعد تعطيها من جمال الفؤاد أكيد هكذا، فصراحة نقطة جدا مهمة بالنسبة لكل قرائنا قرائنا الدوليين يعني يقرون في مجالات يعني مستوى جدا راقي فهاي نقطه مهمه كانت وعلى موضوع اللي تفضلتم بي انا طبعا حفظت القران الحمد لله الحمد لله يعني بعد ما سماحه السيد صرح على هذا الموضوع وقال احب ان تصبح حافظا فجعلته اول اهدافك اي فالحمد لله استمرت في مجال الحفظ وحفظت تقريبا 22 جزء من القران الكريم لكن بسبب مسؤوليات ويعني المشاغل اللي كانت فنوعا صار شويه يعني بطء بطء صار بالقضيه مم. حفظ القران لكن ما زال ان شاء الله مستمر هذه القضيه، مم. وموضوع اللي تفضلتم عليه هو ان سماحه السيد كان يتوضا وظاهر يعني اذاعه القران بثت تلاوه من سوره هود نعم وسماحه السيد بالبدايه ما كان يتوقع انه هذا قارئ ايراني مم. يعني يعني ربما ظن انه مصري آه مثلا او فبالتالي شيء فبالتالي سمع التلاوه الى النهايه مم وقال للاخوه مم المرافقين معه انه من هذا القارئ؟ حصوا فقالوا انه قارئ يعني إيران فتشوا عنه إيه أو فتشوا إيه عنه, أو عنه مم كذا طبعا الحريف المذيع في الاذاعه ايضا قال قارئ فلان الفلاني فلان الفلاني نعم من ايران فالسيد قال خلاص تابعوا الامر واتصلوا عليه وبلغوا سلامي وأقول له بأنه يستمر في هذه الكيفية وفي هذه <applause> آه يعني أعجب حتى التلاوة بطريقة التلاوة وطبقة الصوت و... الحمد وب... لله وبالريتم لأ... اللي قدمت لله. فيه طبعا م. كل القراء الإيرانية مجيدين الحمد لله لكن آه هو السيد سماحته تفقد هذه التلاوة بشكل خاص وبالتالي كان عندي لقاء مره ثانيه، كانت دعوه من قبل مكتب السيد رحنا هناك والتقينا طبعا كان عندنا قراءه بمحضر سماحه السيد والحمد لله على كل حال طيب بعد بخصوص لقاءاتك مع سيد القائد شاهدنا نحن في الفيديو يعني يفتح القران ويشير الى بعض النقاط في القران الكريم وانت كنت تستمع باهتمام وتنصت يعني الى ملاحظاته نعم وربما يعني الساده المشاهدون الان يشاهدون كيف يعني يحاورك في نقطه في القران فماذا كان يخبرك السيد تفضل هي القراءه طبعا كانت قبل يعني جائحه كورونا طبعا نعم واضح واضح يعني ايه نعم ايه بسنه تقريبا مم اللي بعدها بعصار المحافل صارت بشكل مجازي صحيح فقرات قراءة جدا قليلة يعني القراءة م. يعني بلغت ست سبع دقائق فالسيد قال لي لماذا قرات قليل م. يعني كان لازم تقرأنا اكثر تشنف آه الاذان آه المفروض تقرا اكثر م. فقلت له يا سيدنا انه م. الجماعة هم اللي قرروا اقرا اه يعني قالوا مثلا خمس دقائق خمس دقائق, دقائق فانا ما تجاوزت كان عندي التزام بالنسبة للامر م. وخصصوا انه اقرا بالضبط هذه الآيات ها وخصصوا لك الآيات طيب الآيات والوقت م. هم اللي خصصوا م. لي فانا مجبور يعني مأمور مع فهذا كان دفاعك يعني فهو السيد قال نعم انت عوف الموضوع نعم يعني انت عوف خلاص <تصفح> <الـ تصفح> <تصفح> عوف الجماعه نعم انت <تصفح> انت شوف جمهور واقرا ما تيسر آه لك اه انت شوف الجمهور اذا شوف الجمهور ده يتفاعل نعم معاك نعم زين لماذا يعني انت يعني تبخل علينا نعم انت اقرا قلت له سيدي الايات قليله فهو خطط لي نعم جميل يعني هو جابني على القران قال تعال انا اوضح لك كيف تقرا وقراءتك يعني تزيد عليه خمس دقائق او زايد ناقص نعم فقلت له شلون فهو هندس للطريقة جميل يعني جميل جميل <applause> يعني قال تبدا بالبيات الابتدائي حتى وكفى بالله شهيدا ثم نعم ترجع من لقى صدق الله بالجواب جميل فهندسه يعني طريقه اعطاك الخارطه اعطاني يعني خارطه جديده جميل جميل <applause> وفقكم <applause> الله استاذ قاسم <مرافو> هذا <applause> فاصل ونواصل فابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا الاكارم من جديد شيخ يونس بشكل عام كل افريقيا تحب القران ولديهم محافل يعني وتجدهم بالآلاف إذا يوجد مجلس معين أو قارئ م. معين يأتون م. ويهتفون يحبون نعم. القرآن الكريم سبحان الله له مكانة في الكاميرون كيف يعني تنظم النشاطات القرآنية في المواسم الدينية مثلا موسم الحج موسم رمضان كيف يعني بشكل عام أنتم م. وعيتم هذه أو شاركتم فيها أي نعم بالنسبة للقرآن صحيح نعم. في منطقتنا يعني اتصور ما في شيء اتصور آه قران فقط يعرف يعرفون يعرفون ما عندنا كتب يعني مثل ايران ترى مكتبه كبيرة وكذا مم لا نحن فقط قران ما عندنا شيء الا هذا نعم فلذلك وبخصوص في شهر رمضان مم هذه منطقه كل برنامج الليل من من الصباح الى الليل مم المساجد ممكن هذا المسجد نعم صباحا عنده امسيه قرانيه انتم تذهبون هو مم هناك مم مم نهار بعد الزهور فيه مم. اماكن ما تذهبون هنا ليل ايضا تذهبون في مكة هكذا نعم. في بالنسبه لي في الكاميرا هل لمدهن. يوجد قارئ رسمي للاذاعه او شيء هل يوجد مثلا هكذا شيء أوه. مناصب معينه رسميه للقراء مثلا إيه قارئ نعم. الدوله او شيء يوجد إيه نعم عندنا خصوصا في الشمال عندنا تعرف شمال نحن عندنا حدود مع تشاد وتشاد هم عرب نعم ودولة اسلاميه دولة لك. اسلاميه مم. وعرب مم. وبهذا ايه عندنا قراء يعني بشكل مثل عرب يعني نعم. بشكل جيد ويشاركون في إيه يعني مسابقات في في دبي وفي بعض الدول حتى مم. في ايران هنا بعد شاركوا نعم أه وسؤال اخر علاقتك بالعربيه كيف بدات؟ أو علاقتنا بالعربيه تعرفنا نعم. تعرف بيئه مسلمه مم. في الشمال نعم فنحن أرانا في بيت علماء مم. ديني ولكن منتمون إلى مذهب مم. مالكي نا. وعلى طريقة صوفية تجانية فهكذا ترى رأنا مم. في البيت مم. وفي بيتنا عندنا مدرسة مم. عربي يقولون عربي فرانكو عرب فرانكو عرب فرانكو عرب فهكذا نحن بدأنا منذ الطفولة بالقرآن وهكذا أيضا لغة العربية وفي مم. نفس الوقت أيضا لغة الفرنسية أو الإنجليزية أيضا فلذلك جميل. من هناك تعلمنا اللغه بشكل بسيط. نعم. نعم. طيب وعند مجيئكم الى الجمهوريه الاسلاميه حيث, حيث اتخذتم قرار المجيء من اجل الدراسه ونهل مم. العلوم المختلفه. آه الان ما هي الانشطه التي يقوم بها الشيخ يونس درسا وتدريسا؟ قبل ذلك مم. نحن بعدما نحن درسنا في بيوت في نعم. بيوت اجدادنا ابائنا امامهم بعدين نحن ذهبنا الى العاصمه درسنا في في مدارس الوهابيه من هناك بدانا حيث وجدنا المشاكل فتركنا سمينا مدرسه ايران برنامج ايران حوزه علميه اسس نعم قبل ايران فنحن ذهبنا فقط يعني حب الاستطلاع وصلنا فراينا نحن راينا فلان وفلان وفلان درسوا هنا وصاروا الآن في المنطقة حتى مناقشة لا نستطيع نعم يأتون بنكات أصلا عندما إن أنت تريد تناقشه علميا نعم من ناحية عقائدية من ناحية فقهية م. ترى أنه سنتين ثلاث سنوات هو صار هكذا إذا نحن أيضا نذهب هناك يعني تشجعتم بهذه بس الطريقة بسهولة ذهبنا يعني مغريا نعم ولكن بداية كان صعب كنا نناقش لان كان لدينا يعني فكره وهابيه فكلما ياتي سؤال نحن لا نصبر مم. نريد نهاجم فاخيرا نرى ان ما عندنا ادله نعم ويجب الانسان ف... ان يدرس فنريد نذهب نرى ماذا موجود في مدرسه اهل البيت جميل من هناك بدات القصه من هناك آه من هناك نعم والثاني ايضا هناك مناقشات مساله عاشورة حول استشهاد امام الحسين عليه السلام تناقشنا مع واحد مم. فراينا هو على الحق مم. ليس مسألة الصيام بل إنما إيه ليس مسألة الفرح والصيام نعم. بل إنما مسألة مم. مسألة الحزن بالنسبة لكذا مم. وأن الرسول قد قام بذلك مم. وفعل ذلك وأمر نعم. بذلك وأول من أسس مجالس العزاء فلذلك فمن من العزاء. هناك تعجبنا وقلنا إي إذا كان الأمر هكذا فلا بد نذهب هناك وندرس نعم إيه فأباؤنا نسخونا اذهبوا تعلموا منهم فقد علم نهو وسرف وغير أدبيات عندهم علم، اما أقايدية لا تاخذ منهم نعم شيء يعني فقلنا <applause> ما في مشكلة، نعم لما وصلنا هناك رجعنا تغير كل شيء تغير آه؟ كل شيء والله تبارك وتعالى يكتب الخير للمؤمن نعم فعلا، اعزكم نعم الله شيخنا نعم واعزائي المشاهدين نعم نسمع هذه التلاوة العطرة من فضيلة الاستاذ قاسم مقدمي، استاذ قاسم تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>

صدق الله العلي العظيم بارك الله بكم أستاذ قاسم على هذه التلاوة العطرة بارك الله. أسأل الله لكم دائما التوفيق أعزائنا فاصل جديد ونعود بعده فابقوا معنا تقبل الله أعمالكم مشاهدي برنامج شاهد وشارك ومبارك عليكم شهر رمضان وأما سؤال المسابقة الآية التي تشير إلى أهم أسباب اجتماع الناس والتفافهم حول النبي صلى الله عليه وآله هي ألف سورة سبأ الآية سبعة وثلاثون باء سورة المجادلة الآية خمسة جيم سورة آل عمران الآية مئة وتسعة وخمسون مشاهدين الأعزاء يمكنكم إرسال جواب المسابقة عبر الواتساب للرقم المكتوب أسفل الشاشة وطبعاً في ختام البرنامج نختار الفائز بالقرعة ونقدم له الجائزة نأمل أن تكون أنت الفائز أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد الجائزة في كل يوم هي أربعة ملايين تومان ايراني ما يعادل 150 دولار امريكي. نامل من الجميع المشاركه وان شاء الله الربح يكون من نصيب الجميع، اليكم مجددا استاذ قاسم، الاستاذ رغب مصطفى يعني غلوش هناك كلام غلوش سمعتم انتم منه بعض الكلمات، نريد ان يعني ان تذكر لنا ما سمعته منه رحمه الله. رحمة الله عليهم اجمعين. طبعا ذكريات كثيرة ولكنما هو هاي الذكرى نوعا ما تاكيد على موضوع حفظ القرآن الكريم واللي يعني دائما على طول سماحة السيد هم يؤكد على انه لازم يكون عندنا عشر ملايين حافظ مش مية وميتين. آه آه بالملايين. آه يتكلم بالملايين لأن م. يعني الدولة الإسلامية مبناها القرآن في المفروض يكون م. هكذا. آه وأنا برأيي يعني ما هو انتظار زائد م. يعني 10 ملايين بالنسبة م. اللي إحنا الآن 80 أو تسعين مليون م. نسمة برأيي ما هو شيء زائد آه ولا بد أن يتحقق. آه بالتالي هو ذكر آه ذكر أنه في أحد المسابقات كان حكم. واللجنة خ... اللجنة التحضيرية خصصت لل... للحافظ خمسين سكة مم. سكة الذهب. ذهبية نعم أي ذهبية نعم هدية نعم. هدية وللقارئ أربعين للقارئ أربعين وللحافظ خمسين إذا هناك خصوصية للحفظ آه خصوصية للحفظ مم. فالشيخ طبعا كان أول مجيء كان مم. مستغرب الموضوع يعني يعني ليش هذه ال... الفروقات هذه الفروقات يعني مم. شو السبب فبالتالي قال لهم ليش قالوا له خوب هذا قارئ وهذا حافظ قال <سؤال> لهم يعني القارئ ما هو حافظ قالوا <سؤال> له لا هذا بس يقرا يعني المفروض يفتح القران ويقرا <سؤال> يعني, يعني متمكن, متمكن من التلاوه ليس متمكن من الحفظ ليس بالحفظ فقال سكة, زائدة <سؤال> <applause> <سؤال> <يكفي> سكه واحده زايده عليه يكفيه سكه واحده يكفيه سكه واحده وهذا دليل على انه عندهم هم الجماعه بشكل عام انه الحفظ اولى من كل شيء يعني الحفظ مسألة خط أحمر كما يقول خط أحمر ولا بد وأن القارئ يكون حافظا للقرآن وبالتالي يعني عند الجماعة في الأزهر هكذا يحفظ القرآن بالتالي يدخل إلى فنون التلاوة ومجال التحقيق. والعلوم الاخرى فهي جدا كانت مهمه بالنسبه يعني رساله مهمه لكل القراء نعم. انه لابد وان يحفظ القران يعني جواز مرورك نحو عالم التلاوه الحفظ صراحه طبعا طبعا هكذا فهي هكذا. كانت ذكرى و... نعم. فعلا ملهمة, ملهمه يعني نعم استاذ يعني قضيه التلاوه وقضيه الاصوات قد يكون الشخص لا يعرف ما هو المناسب له بخصوص طبقات صوته بخصوص قدراته حتى لا ييأس مثلا او مثلا يحبط نعم. يكون مثلا يريد مثلا يقلد عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في فيفشل مثلا كيف يعني يعي الشخص المتقدم للقراءه كيف يعي حدوده وقدراته نعم كان عندي سفره مع فضيله الشيخ المرحوم شيخ متولي عبد العال نعم في لبنان واستفدت كثيرا من مطالب والنقاط الهامة بالنسبة للقراء فمن ضمن الأسئلة اللي سألت هذا السؤال وما هي مؤهلات القارئ اللي يعني يستطيع أن يصبح قارئ موفقا وإلى جمهور وإلى مخاطبه وإلى تأثير يعرف ما هي قدراته وما هي حدوده إلى آه إلى بقاء فقال أول شيء هو كان دائما يقول بني شيخ قاسم هاي, طيب. هاي البني ما من النساء. الابوه يعني هاي هاي الابوه, الأبوة نعم. نعم فقال اهم شيء هي الموهبه يعني اول يكون عنده موهبه اول خطوه لازم مم. تكون الموهبه وهي بعاتق الاساتذه وبعاتق مم. الوالدين مم. والكبار انه يعني يقولوا له يا حبيبي انت تستطيع تصبح قارئ مم. هاي التشجيع اه يعني الطاقات تختلف عند الناس يعني شوفه واحد ذاتا يستطيع انه يتكلم م. أو وعنده ادب وعنده شعر وعنده كذا من غير دراسه يحتمل م. زين او طاقات اخرى م. اللي موجوده فلازم انه يحصل على هاي النتيجه انه يستطيع يصبح قارئ وهاي الموهبه موجوده عنده هاي اول خطوه نعم وبالتالي هي قضيه الذوق والاستماع والتقليد م. بالنسبه للتلاوة وموارد أخرى اللي الآن ما يسع المجال طبعا نتطرق عليهم كلهم بس أول نقطة مهمة هو أنه أنا أفهم لا. وأصل إلى هذه النتيجة أنه أستطيع أن أصبح قارئا وهذه طبعا أنا ممكن ما استطيع افهمها مم. المفروض يعني اجي عند الاساتذه والكبار يرشدون إيه يعني؟ وهم يرشدوني وهم يرشدوني انه انت يا اخي مستواك هذا مو تختلف يعني يختبرونهم يعني... ويعطوك التشخيص المناسب نعم استاذنا يعني الطاقات يم تختلف نسبتها فروق ي... فرديه آه يعني انت احيانا يقولوا لك صوتك يا اخي مم. انت يستطيع يصبح على حد العالم الاسلامي واحيانا يقولوا لك صوتك يستطيع على حد المحافظه واستطاع واحيانا يقولوا لك انت صوتك على قد بيتك مم. مم. <applause> فهمت يعني بالنهايه هم يشخصون يعني, يعني, هم يعني. يشخصون مستواك ومدى الطاقه اللي هل تصب يعني تستطيع ان تصبح مؤثره لحد فبرايي هاي النقطه جدا مهمه انه القارئ لازم يتلمذ لازم يروح عند اساتذه وياخذ رايهم التخصصي بالنسبه الصوت وطاقاته جميل جدا جميل جدا شكراً. استاذ ايضا لدينا مجموعه اخرى من الاسئله ولكن سننتقل الى الفتره التربويه اعزائي المشاهدين اخترنا لكم في هذه الامسيه عنوانا مهما ويحتاجه الكثيرون وهو كيفيه تحقيق الخشوع في الصلاه يتساءل الكثير من المصلين اعزائي ويشكو بعضهم من تشتت التركيز ويرغبون دائما باداء الصلاه على اكمل وجه فكيف السبيل الى ذلك؟ الصلاه اعزة المشاهدين هي صلة بين العبد وربه وهي معراج المؤمن وعمود الدين وقرة عين النبي وقربان كل تقي وركن من اركان الاسلام ومن اوجب الواجبات فيه. الخشوع في الصلاة معناه قيام القلب بين يدي الرب العظيم بالخضوع والتذلل واصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته فاذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والاعضاء لانها تابعه له فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح اذا اجتمع في قلبك اخي المؤمن صدق محبتك لله وانسك به واستشعارك القرب منه ويقينك في الوهيته وحاجتك وفقرك اليه اذا اجتمع كل ذلك في قلبك اورثك الله الخشوع واذاقك لذته ونعيمه تثبيتا لك على الايمان والهدى اعزائي المشاهدين نستكمل اسباب تحصيل الخشوع في الصلاه بعد هذا الفاصل فابقوا معنا بكم مشاهدين الأكارم ونستكمل معكم الفقرة التربوية من أجل أن نحصل آه يعني الخشوع في الصلاة هناك عدة نقاط أنا أوصي بها أولا المؤمن عليه أن يعرف الله ويراقب الله تبارك وتعالى يستحضر معية الله في حياته وفي كل مواقفه أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك كما في الحديث الشريف ثانيا تعظيم قدر الصلاه المصلي عليه ان يعي انه بين يدي الله العظيم وان وجهه الكريم منصوب لوجهه ثالثا ان يستعد للصلاه وان يؤديها في وقته في وقتها والمؤمنون يمتحنون بمواقيت الصلاه احب ان انقل اليكم هذه الروايه كلما قراتها مشاهدينا يعني يقشعر فعلا البدن لها تقول هذه الروايه المرويه عن النبي صلى الله عليه واله ما من صلاه يحضر وقتها الا نادى ملك بين يدي الناس ايها الناس قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم ثالثا أعزائي أن يستعد للصلاة دائما ورابعا أن يتفقها في الصلاة فيعرف أحكامها فيقل الخطأ وتقل الوسوسة خامسا أن يتعرف على أسرار الصلاة المعنوية وأن يؤديها بطمأنينة أن يستعيذ من القرآن من الشيطان الرجيم قبل الشروع بالصلاة وأوصي الشباب أخيرا الا يتعاملوا مع الصلاه على انها مجرد تكليف او عاده انما ينظروا اليها على انها جزء جوهري من حياتهم واذا صلحت صلاتهم صلحت حياتهم نسال الله تبارك وتعالى ان يكتبنا من المصلين الخاشعين وان يتقبل اعمالنا في هذا الشهر الفضيل انه سميع مجيب استاذ من جديد يعني هناك طلب من الساده المشاهدين ايضا بايات بينات تفضل إذا يوجد ابتهال فليكن هذا باختيارك يا الله ما لي غير باب الله

تسقي ما هو قول رب الخلق في قوآله صلوا, صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما محمد محمد بارك الله بكم ومحمد. أستاذ قاسم على هذا الابتهال الجميل بارك الله بكم أستاذ كيف يمكن يعني أن نوصي الشباب ببعض الوصايا لمن يريد أن يبدأ يعني في حفظ القرآن الكريم وخصوصا لمن نعتبره هكذا مشغولا يعني بسبب العمل أو كثرة الأعمال ولكن لا يريد أن يهمل قضية القرآن وحفظ القرآن فضل طبعا بالتالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني انا كمسلم او لا بد وان اتطرق الى تلاوه القران هسه اما بشكل تحرفي اما بشكل تعبدي تختلف انا اذا عندي طاقه المفروض انه استفيد من هذه الطاقه اذا املك هذه الطاقه لا بد وان اشبع هذه الطاقه وهو من خلال بعض العلوم الاكتسابيه فبالتالي أنا أحتاج استماع كثير بالتالي أحتاج وقت كثير بالتالي أحتاج حضور عند الأساتذة وحضور في الحفلات والمجالس القرآنية هاي كلها يعني من, من أداة التوفيق في هذا المجال طبعا و إذا عندي مشاغل كثيرة إذا عندي أمور كثيرة لا خلاص أكتفي يعني بشيء اللي موجود عندي بس إذا أملك هذه الطاقة وأصبحت هذه الطاقة يعني تستطيع أن تصبح هذه الطاقة كطاقة مهمة وطاقة موفقة على سطح العالم الإسلامي أو على سطح البلد أو على سطح المحافظة لا بد أن أغذيها يعني ما يسمح لي أهملها والتنازل يعني عنها يعني يأخذ قرار في هذه المسألة أخذ قرار معين لكي اصل الى النتيجه والى يعني المدارج الاعلى في التلاوه او في حفظ القران او في لكن اولى شيء هو انه م. انا افهم انه انا استطيع م. اتوفق اتوفق بهذا المسير وهذا المجال فهو طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى أنه ممكن أنا ما أقدر أصير قارئ لكن أقدر أصير حافظ القرآن علوم القرآن كثيرة وأن أتقن الترتيل آه مثلا أتقن الترتيل أكون مرتل أكون منشدا أكون مفسرا بالنسبة للقرآن أو مبينا لمفاهيم يعني فليكن القرآن فليكن له حظ مع القرآن قبل أن يغادر الحياة أكيد هكذا عندنا حديث عن الإمام أحد المعصومون يبدو أنه ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه نعم. فلا بد أن نتعلم القرآن ما يتعلم أو يكون في التعلم آه. أيوة. نعم. نعم. أحسنتم أستاذ قاسم اليكم مجددا استاذ يوسف، طبعا العائله كانت معكم وهي طبعا لا تجيد العربيه، صحيح. هناك طبعا لها انشطه علميه ودينيه هنا، حبذا لو نخبر الساده المشاهدين فعلا ان ان الزوجه عندما تلتحق بزوجها في الدراسه هي الى جانب اعباء المنزل هناك ايضا طموحات ونشاطات دينيه، تفضل. صحيح. اصدرت برامج العائله أه. في كم المشرف يعني هناك يعني ايران يعني مم. توفر الفرصه كل الفرص يعني حتى بالفارسيه مم. اذا لا تريد بالفارسيه باللغه الذي انت تفهم سواء مم. فرنسيه او انجليزيه نعم. كلها موجوده خيارات كثيره موجوده حتى في هالكورونا حاليا هي تدرس نعم تدرس باللغه الفرنسيه مم. العقائد والفقه وغيره جميل نعم. نعم نعم فجعلوا لهم برنامج هكذا نعم. كل التوفيق الا ان العربيه يحتاج م. ان تجلس في الكرسي نعم حتى يعني مع الاستاذ تتفهم طبعا يحتاج الى الحضور الصفي يعني فارسيه اذا هكذا يحتاج الى الحضور الصفي نعم نعم هكذا آه شيخ يونس لكل طالب عندما يعود الى بلده نهائيا آه طموحات وامال م. ويريد ان ينور ان يرشد ان يصبح داعيه م. ما هي طموحات الشيخ يونس؟ آه وكان نحن في يمكن اقول مكان الذي نحن خرجنا كامرون نعم يعني يعني تقريبا نحن نعيش نحن اقل مسلم تقريبا 30% والكل يعني مسيحيه او نعم معروف هي بلد يعني ايه نعم. الج... الغالبيه ف... فيها للمواطنين نعم. المسيحيين لذلك نحن عندنا نواجه مشاكل المسلمون ما عندهم يعني برامج قويه مم. بالنسبه لنشر الاسلام. نعم. خصوصا مثلا دعاة ما عندنا دعاة يحتاج اناس يذهبون للدراسه ما ذكر في القران فلولا نفر من كل نعم. فرقه منهم طلع. طائفه ليتفقهوا في الدين. نعم. نعم. يعني الى مم. قومه لينذروا قومهم مم. اذا رجعوا اليهم. تعالوا نعم. يحضرون يحذروا. اذا عندما يرجي عندما انت هنا، اولا مم. انت تفكر. مم. كل شيء هناك هذا الجانب نحن نعيش مع الغير مسلمين وهم اكثريه كيف انا استطيع ان ادرس حتى عندما ارجع استطيع يعني ابشر نعم حتى أسلام. حتى غير المسلمين كيف اعيش نعم. معهم حتى يرون ان الاسلام يعني انا اكون يعني... سفيرا للاسلام نعم احسنت هذا هو يعني هدف حساسي م. لان هؤلاء المسيح يعملون نعم نحن ما عندنا بعد يذهب يتعلم يرجع يكون يعني حتى غير المسلمين لا يريدون يذهب اليه لان كيفيته نعم. يعني لا لا يرغب انسان غير مسلم مم. يكون نعم. بجنبه ان شاء الله كل التوفيق نعم. كل هذه الحواجز يعني كل, نعم. هذه كل التوفيق لكم نعم. شيخ يونس نعم. سوره القدر استاذ لو سمحت نختم بها البرنامج تفضل سوره القدر تفضل <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم، بارك الله بكم استاذ قاسم، اعزائي المشاهدين بخصوص القرعه ستجرى غدا ان شاء الله في ختام حلقه الغد، الفرصه الاخيره هي غدا في ختام الحلقه ستجرى القرعه نامل من المشاهد الكريم أن يشارك ولعل الربح يكون من نصيبه كل الشكر لكم أستاذ حاج, حاج قاسم مقدمي حياكم على, على مجيئكم وعلى ما تفضلتم به وعلى هذه التلاوة شكر الله, وسعيكم. كل الشكر لكم سمحت الشيخ يونس عثمان أنت كنت معنا من دولة الكاميرون وفقكم الله كل الشكر أيضا لفريق العمل فردا فردا كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة نلقاكم غدا هذا جمال بري يودعكم في امان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته